كما تنضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى. مساء الخير سيدة هالة، هو دور استثنائي سواء في نوعية المواضيع المطروحة أو حتى من ناحية شكل الانعقاد، ما هو متوقع من مجلس الشورى تحديدا ومن السلطة التشريعية بشكل عام خلال هذا الدور؟ مساء الخير عليكم اختي مريم وعلى المشاهدين جميعا. أهلا. وكل دور انعقاد والجميع بخير ان شاء الله. طبعا احنا في انتظار كلمة جلالة الملك حفظه الله في افتتاح هذه الدور الثالث من الحفل التشريعي الخامس، وهي طبعا الكلمة تكون خارطة الطريق للسلطة التشريعية، فيها جلالته ينوه أو يلقي الضوء على القضايا المهمة اللي السلطة التشريعية من دورها أنه تتفكر فيها، تناقشها، تطلع بالقوانين المناسبة لهذه القضايا. هي القضايا اللي بتكون محور عمل السلطة التشريعية إن شاء الله في خلال هذه الدور. فطبعا نحن بانتظار هذه الكلمة السامية لحضرة جلالة الملك، ومن هذه الكلمة بنستشف الأمور والقضايا الراهنة. وطبعا كلنا نعرف الظروف الاستثنائية اللي يمر بها العالم وبها طبعا وأيضا مملكة البحرين، فبالتالي أكيد هذه الظروف بتكون من ضمن المحاور اللي بالسلطة التشريعية تعمل عليها. نعم. وطبعا في كثير من المراسم التي صدرت في خلال الإجازة التشريعية أيضا هذه بتكون من ضمن الأولويات اللي إحنا كسلطة تشريعية يجب أن نناقشها ونقرها، كما أيضا في كثير من مشاريع القوانين ومن أهمها طبعا مشروع الميزانية العامة للدولة اللي حق سنة 21 و22، وهذه بعد ما تكون من أولويات هذه الدور إن شاء الله. نعم سعادة العضو هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، كل التوفيق لكم ولجميع أعضاء السلطة التشريعية وشكرا جزيلا لك.